بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة. هلو جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير. خلوني نفوت في الموضوع بسرعة. والله العظيم، والله والله مش عارفة إذا لازم نبكي ولا نضحك ولا نفرح ولا نصوتي نقفز ولا ما عرف. يعني تخيلوا وين وصلنا. وصلنا شغل يا صح، خليتوني ندخل بلادي يا صح، نشوف يما يا توك. كي تستنى حاجة عام ونص، حاجة سهلة كيما هذه، تشوف برك داركم، تشم برك ريحة داركم، تشوف برك قبر. مهم، واليوم انا قاعده صح ماشي صح، صح ماشي صح، ان شاء الله صح. ما عرفت شو الفرح ولا ما عرفت شو، وعارفه كامل الناس اللي تبعني لي في الغربه يلا يمكن حسابية باش نتفاهموا. انا لي ستوري هكا وحدي فيلمي يبكي، جيم با، ما نحبش وحدي يدخل لي تخوف في راسي وفي حياتي. مش سي با، مش بونس كو هاد الحاجه وشانين. بغيف ديزولي، جو سي با صراحة إلا هاد لاستوغي حنخليها ولا هادوك شوية نندم ونحيها، باسكو ما نحبش هاكا شغل السينما. مي وشاني متأكدة سيكو كاين دي مليون دالجيريان اليوم اللي راه هاكا شغل تلفت لهم يضحك يفرح يعيط يخبط راسو في الحيط واش يدير. باسكو تخيل تحبط برك لداركم، تدخل برك الحب تولي أغاف، وكاين ناس ما مش سبعة مو يستنى مسكين باباه مادي ما ماتت. الوغ فوالا، شغل فوالا تو سامبلومون جيسبيغ كو سي فغي والحمد لله. فوالا جاري ميم با يكخواغ، تخيل مانيش ميم با قادرة نأمنها. عام ونص وانا نرقد ونقول واش وات اف تموت يما ولا با ولا ماقش تحبط.